الكتلة الوطنية. نذكر المنشقة عن قلب تونس. نرجع هوني للجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالنظر في شبهة تضارب المظالم لرئيس الحكومة واللي يترأسها عياض اللومي. يحكي لكم الحكاية هذه. تو نحب نجيب الموضوع هذايا. ها شنو اللي صار حسبكم أنتم؟ أقصاوكم من اللجنة. هي. سميوا حزب الدستوري الحر. الدستوري الحر رفض. يخي عاودوا كلموكم وعاودوا أقحموكم في القائمة بتاع اللجنة بدون علمكم. هذا شو تقولوا؟ أنتم رافضين اليوم الانتماء لها اللجنة. اللجنة هذه اولا اليوم زميلة سامي عبو زاد وبدلت خلل كبير جدا في اللجنة. لجنة عندها جمعة تخدم مازال ما وقعش التنصيب نتاعها. سراج الغنوش ينصبها البارح قبل ما يعلن لها في الجلسة العام. المعروف في اللجان يعلن لها في الجلسة العام ينشرها على الموقع نتاع المجلس النواب الشعب ومن بعد في العشية يمشي ينصب اللجنة وتبدا اشغال اللجنة. خدمت وخرجت تصريحات وصيت اكدت انه ثم تضارب مصالح وطالب بالاستقالة وهي مازالت ما تثبتش. ما علينا برا ما علينا ميساج في التركيبه تاع اللجنه اللي جا البرلمان كيفاش تعمل 22 يتعاملوا بالكوتا. جينا احنا قلنا عندنا بلاصه في الكوتا في اللجنه هذه. قال لك لا احنا نحسبوا على اول العام وقت اللي كنتم مع قلب تونس. قلنا لهم يا ولادي اللجنه هذه لجنه تحقيق احدثت في التاريخ هذا في وجود لجان برلمانيه كوتا البرلمانيه راكم تعطونا البلاصه. قالوا لا جاوا عيطونا من بعد ايجي نشوفوا نعطوكم بلاصه. جينا اكتشفنا عملية تحيل من النوع الرايع. فما كتلة الدستوري الحر قلت انا مانيش باش نشارك في اللجنة. عندي زوز بلايص مانيش باش نشارك في اللجنة. مفروض تخلي لها بلايص لانه ذاك موقف سياسي. هي لا تريد المشاركة في اللجنة. خليهم لها زوز بلايص نتاعهم عامل لجنة بعشرين. خمو تكمبيصة تاع هكا قوية ياسر. اي تعرفش كيفاش؟ هي برا نستولوا على الزوز بلايس نتاع عبير موسى هذيك نستولوا عليها نحولها الموقف السياسي نتاعها ومش نزوهم الزوز بلايس. اي برا نرضوا الكتله الوطنيه ببلاصه. اي تعرفش كيفاش نزيدوا وحده للنهضه خاطر عندها اكبر البقايا خليوا لي عندها سته ونولي عندنا الماجوريتي في وسط اللجنه هذه. اي تعرفش كيفاش قلب تونس خليه محسوب 38 تو قلب تونس حاسبينه ب 38 عاطينه الكوتا على 38 واحنا عاطينا بلاصه. حاسين وخرجوا لنا حاجه بدعه غريبه قلنا لهم انتم ماكم حاشتكم بلجنه تحبوا تخدموا به السياسه برا ربيعكم. انتم محسوبين نذكروا على الائتلاف الحاكم اليوم. لانا محسوبين على حتى حد لانا في الحكومه ولانا في الائتلاف الحاكم وخرجنا بيان وقلنا راهو رئيس الحكومه هذا اذا كانت التحقيقات البرلمانيه والقضائيه والاداريه تدينه فنتخذ منه موقف. لكن قلنا احترموا مؤسسات الدوله. انت مزروب تحب تعمل لجنه أي. تخيطها تطرز على كيفك ربي عينك. اليوم باش تجلسوا فيها اللجنه ولا ليه؟ لا رافضينها ما عندها حتى اجراء ما احترم حتى اجراء لا هي مبنيه على التاريخ المرجعي نتاع اول العام تو هي فيها 38 قلب تونس وفيها 11 كتله وطنيه وزايدين بلاصه الحركة انت تقول لي ما بني على باطل فهو باطل لكن التوانسه اليوم يحبوا يعرفوا حقيقه الشبهه هذه يا سي حاتم انا اكثر واحد حارس اني نعرفها ولكن شو نقول انا كتونسي نقول ما دام من مرسى بدينا نقدفوا اللجنه بالطريقه هذه انا ما تعطينيش انطباع وهذا اللي كتبناه في البيان نعتبر انه لجنه اجرائيا مجروبه ومكلفته وخدم فيسا واعمل فيسا ما ان شاء الله تعمل حاجه به وكو. بالنسبه للجنه الحقوق والحريات انا رجعوا لها فيما يخص المرسوم 116 ولو تمعنا فيه بزيد الموضوع وخاصه بعد صدور القانون مش صدوره طبعا رسميا نحكي بعد مرور الانظار المجلس القانون نتاع الحكومه واللي باش تستعجلوا فيه النظر تقريبا المقترح نتاع الائتلاف الكرامه قد هو يجي بعد المقترح نتاع الحكومه دونك الموضوع توا ينال حظه قبل نص نهار و53 دقيقه الكلمه ليك سفيان.